السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غدا عيسى حسن من موقع خدمات والدتكم. استدعوا لي وتدعوا والدتي ووالدي بالمغفرة والرحمة. هنتكلم إن شاء الله في الدرس ده عن إيه الأسئلة المهمة اللي أنت المفروض تسألها أو المفروض يبقى عندك خلفية عنها قبل ما تبدأ الموقع اللي أنت هتعمله أو الأبلكيشن اللي أنت هتعمله. يلا بينا. طيب أنا عامل ليست كده أولويات، تمام؟ يعني دي الحاجات اللي انا اختبرتها في حياتي، واخلي بالك دي خبرتي انا. ممكن انت تختلف معايا، تتفق معايا، تزود حاجات، تشيل حاجات، تحس ترتبهم غلط او ترتبهم بشكل مختلف، لان انا برتبهم بالاولويه. كل واحد يعني ليه اولويه عندي، تمام؟ فالترتيب ده مش اعتباطا، ده ترتيب معين انا بحطه بنفس الترتيب ده وبساله بنفس الترتيب ده، عشان كل حاجه دي بند على اللي قبليها زي ما هنشوف. طيب خلينا اول بس نقول الراجل اللي جاي يقول لك انا عايز اعمل اب او بروجكت، ده هيبقى ليه تصنيف من الثلاثه اللي هقولهم ان شاء الله. اول تصنيف ان هو عميل، انت راجل شغال في فريلانسنج، فبيجي لك عملاء يقول لك انا عايز اعمل موقع الفلاني، عايز اعمل ابلكيشن الفلاني وهكذا. فده اول واحد ممكن يجي يقول لك انا عايز موقع او ابلكيشن. تاني نوع، انت تبقى شغال في شركه، طب بيجي البروجكت مانجر او بروجكت اونر او ايا كان صفه الشخص اللي بيزنس بيكلمك بيقول لك احنا عايزين نعمل الموقع الفلاني او الاب الفلاني. اخر نوع، ودول نوعا ما مش كومن براكتسنج، يعني مش اكتر ناس بتيجي، النوعين الاولانيين اللي هو بتاع الفريلانسنج واللي انت شغال في شركه، دول ناس بيجوا لك بيبقوا عايزين يعملوا ام في بي، يعني ناس شغالين في مسابقه عايزين يطلعوا ريليز سريع جدا لام في بي، فبيجوا يدور على حد يعمل لهم الموضوع ده. ممكن تعتبره تحت الفريلانسنج، ممكن تعتبره تحت الشركه يعني، بس دي ناس كده بتيجي في الهوا كده تقول لك احنا عايزين نعمل كذا. طيب فدول الثلاث انواع اللي عندنا اللي جايين يقولوا لك احنا عايزين نعمل موقع. طيب اول حاجه هتسالهم ايه نوع البيزنس موديل بتاعه، يعني ايه البيزنس موديل، يعني فكره الابلكيشن نفسه باختصار، الابلكيشن ده بيعمل ايه. تمام. طيب ايه بقى اللي بيحصل لما يجي لك يقول لك حد يقول لك تساله ايه البيزنس موديل بتاعك، بيجي لك ثلاث حاجات ثلاث انواع من الناس او ثلاث ردود غالبا. اول رد هو بيبقاش عارف، يعني انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل سوشيال ميديا مثلا، عايز اعمل موقع، عايز اعمل موقع زي الفيسبوك، عايز اعمل موقع زي تويتر، عايز اعمل موقع زي يوتيوب. هو مش عارف هو عايز يعمل ايه، هو بس بيقول لك انا عايز اعمل زي كذا، تمام؟ وده غالبا بيتعبك، يعني انت كديفلوبر ده بيبقى متعب بالنسبه لك. ليه؟ لان انت لو هو جالك بالتصنيف ده او بالشكل ده، انت غالبا لازم تعمل ريسيرش. انت كديفلوبر هتخش بقى تشوف حد بيكومبيت معاه او حد منافس ليه، وتبدا تشوف ايه الفيتشرز اللي هو عند المنافس ده، تبدا تكتبها كفيتشر ليست، تقول له انا دخلت والله دورت لقيت الفيتشر دي ودي 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 دي الحاجات اللي انا شايفها هم بيعملوها، فانت عايز انهي من الحاجات دي، تبدا تعمل تشيك على الحاجات اللي هو عايزها معاك. فده اول نوع، وده بيبقى متعب جدا 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 جدا، تمام؟ بس ده نوع بيتقابله كتير وحاجه كومن تاسك اي حد بيعملها فينا يعني، تمام؟ وغالبا غالبا النوع ده بيبقى من النوع لو انت شغال فريلانس بيجي لك النوع ده اكتر، تمام؟ طيب النوع التاني هو حد جاي ان ديتيلز، عارف هو عايز يعمل ايه، عامل فيتشر ليست، هو يدور عمل ريسيرش بتاعه، عمل ماركت ريسيرش، فهو شاف ان الفيتشرز دي كويسه وحاسس ان هي بروميسنج ان هي هتجيب ناس وهيشتغل وهكذا، تمام؟ فالنوع ده بيبقى نوعا ما مريح بالنسبه للديفلوبر، لان هو جاي عارف هو عايز يعمل ايه ومديك فيتشر ليست انت هتفولو اب عليها. فده النوع التاني. النوع الاخير اللي هو حد جاي لك يعمل ام في بي، تمام؟ النوع ده غالبا برضه بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه، بس بيبقى نوعا ما الموضوع مينيمم شويه. يعني لو انت النوع التاني اللي هو جايب ان ديبس فيتشر ليست، ده بيبقى السكوب بتاعه كبير شويه. الام في بي غالبا بيبقى السكوب بتاعه اهدى لانه بيبقى اسهل وما بيحطش حاجات كتير جدا غالبا يعني. فده زي ما قلت لكم ده نوع بتاع مسابقات، بييجوا عايزين يعملوا ابلكيشن في السناك عشان يخشوا المسابقه وايه وياخدوا فاند او حاجه كده يعني. طيب والنوع ده برضه بيبقى مريح لان هو غالبا بيعرف عايز ايه في الغالب، يعني بيبقى دارسين الموضوع بشكل كويس وعارفين ايه الفيتشرز المفروض يطلعوها. طيب احنا كده فصصنا موضوع البيزنس موديل، في ناس مش عارفين عايزين يعملوا ايه، في ناس بيبقوا عارفين اندبس، في ناس بيبقوا عارفين بس عايزين حاجات بسيطه جدا جدا. النوع الاولاني هو قطع اكتر حاجه متعبه، ان انت هتضطر غصب عنك تخش انت تعمل فيتشر ليست. طيب في حاله ان انت هتعمل فيتشر ليست، الموضوع ده ليه كوست، يعني ايه؟ يعني انت واحد جاي يقول لك انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل موقع عشان الموقع ده، طيب. فالفتره اللي انت هتقعد تعمل فيها ريسيرش تكتب فيتشر ليست دي موقع، دي فتره انت المفروض تحطها وزن الكوست بتاعك. يعني انا قعدت شغال فتره بريسيرش على الحاجات اللي انا احطها لك واشتغل عليها، فانت المفروض تحطها مع البادجت بتاع الموقع بتاعك او الكوست بتاعك. اوكي طيب ده كلام جميل جدا جدا، ده بالنسبه للنقطه الاولانيه. يبقى انت احنا اتفقنا ان في ثلاث انواع، وانت لازم تحدد العميل اللي جاي لك او الشخص اللي جاي لك ده ايا كان مين هو من انهي نوع. طيب التايم لاين، التايم لاين هنا اقصد بيه الاكسبكتيشن بتاعت الراجل اللي بيكلمك، يعني ايه؟ مش التايم لاين اللي هياخد البروجكت،
يعني ايه؟ يعني انا الراجل جاي اللي انا عايز اعمل فيسبوك، هو اكسبكتيت عنده كده في دماغه، هو جاي عليك حاسس ان الموضوع ياخد شهرين ثلاثه مثلا. تمام، ودي حاجه من الحاجات للاسف اللي بتحصل كتير جدا جدا، هي مش منطقيه بس بتحصل وهتحصل وعمرها ما هتنتهي، لان الناس اللي بيبقوا جايين عايزين ابلكيشن غالبا مش بيبقى عندهم علم كفايه ان هم يقولوا ان الموقع ده هياخد وقت قد ايه، او مش عندهم فكره الموقع بيحصل ازاي، هم مش بيبقوا عارفين يحددهم، بس بيقسمها من حد اللي كان الموقع بيعلم بياخد في وقت قد كده يعني. المهم طيب، فانا هنا بتكلم في التايم لاين الاكسبكتيشنز بتاعت العملاء، خلي بالك النقطه دي، انا مش بتكلم الموضوع هيمشي قد ايه او هياخد وقت قد ايه. طيب ده لازم تتكلم فيه بشكل كلير جدا جدا، ودي حاجه كريتيكال جدا جدا جدا، ان العميل اللي قدامك يبقى فاهم حاجه من الاثنين، يا اما هو فاهم ان الموضوع هياخد وقت، يعني هو سواء انت فريلانسنج وجالك عميل وقال لك انا عايز، وانت عملت له فيتشر ليست، وجه الفيتشر ليست اهي عملتها له، فانت لازم الراجل ده يبقى فاهم ان الحاجات اللي انت حطيتها دي تاخد 6 شهور مثلا او 7 شهور او شهرين او 3 ايا كان. تمام، المشكله دي غالبا مش تبقى موجوده قوي في الشركات، لان شغال في شركه، لان الشركه بيبقى عندها او الراجل اللي بيكلمك في الشركه ده غالبا بيبقى اشتغل قبل كده وعارف قد ايه البروجكتس بتاخد وقت قد ايه استيميشن يعني، فمش مستغرب من الحاجه. الام في بي طبعا بيبقى عايزه سريع جدا جدا، اللي هو النوع الثالث، اللي هو الناس اللي جايه عايزه مسابقات وهكذا، دول بيبقوا عايزين الموضوع في اسرع وقت جدا. طيب انت مهمتك ايه هنا ديفلوبر؟ انت كديفلوبر مهمتك ان انت تسينك الموضوع بقى، يعني ايه؟ يعني انت لو راجل جاي ومش عارف هو عايز يعمل ايه، قدامك حلين، يا اما تقنعه ان الفيتشرز اللي هو عايز دي هتاخد وقت قد كده بشكل ما، تقنعه بقى باي طريقه ما، او ان انت الفيتشر اللي تحطها تبقى توازي التايم لاين اللي هو عايزه. يعني ايه؟ يعني لك انا عايز اطلع الموضوع في 3 شهور 4 شهور، وده بيحصل كتير جدا، هو مش منطقي بس بيحصل وهيفضل يحصل زي ما قلنا، يعني الموضوع مش منطقي وغلط بس بيحصل وهيفضل يحصل، والعملاء في الاخر انت كده كده بتضطر ان انت تتعامل معاهم، فانت لازم نوعا ما يا اما تقلل الفيتشرز اللي العميل عايزها وتخليها تخلص في وقت معين اللي هو اكسبكتد من الاول ان هو ياخده، او ان انت تقنعه، حاجه من الاثنين يعني. تمام، طيب، او لو انت بتشتغل بقى في شركه، اعتقد ان المشكله دي زي ما قلنا مش هتبقى موجوده قوي، لان نوعا ما الشركه بتبقى فيها بروجكتس قبل كده والناس اللي فيها اشتغلوا قبل كده، فبيبقوا عارفين الاستيميشنز عامله ازاي، او لو هم مش عارفين هيبقى نفس الفكره بتاعت العميل الفريلانس، يا اما تقنعه ان الحاجات دي تاخد وقت، يا اما تقلل الفيتشرز عشان تماتش مع التايم لاين اللي هو حاطه ايا كان. اوكي طيب، فتاني حاجه لازم تفاديتها موضوع التايم لاين. اوكي، التيم دي حاجه من الحاجات الكريتيكال طبعا انت لازم تفاديتها، هل انا هشتغل لوحدي؟ هل انا هشتغل مع تيم؟ هل التيم ده هيبقى عدده قد ايه؟ السنيورتي ليفل فيه قد ايه؟ هل كلهم جونيورز، كلهم سينيورز، فيهم ليدز ما فيهمش، وهكذا. التيم ده عامل ازاي؟ الاستراكشر بتاعه عامل ازاي؟ تمام، فدي حاجه مهمه جدا، لان خلي بالك التيم هنا بقى هو اللي هيحدد التايم لاين. تمام، يعني التيم لو في افريج معين من التايم لاين، يعني دي حاجه من الحاجات الهاندلنج، يعني ايه؟ يعني لو انت العميل عايز تايم لاين قليل، ممكن تقول له انا زود التيم، تهندل معاه تقول له انا زود التيم اللي هيخش، فالبادجت هتزيد شويه. تمام، ده نوع من الهاندلنج، يعني انت ممكن تقنعه بالفيتشرز هتاخد وقت، او تقلل الفيتشرز او تزود ناس عشان تكبر او تقلل الوقت اللي هياخده. فكلها طرق متاحه، كلها طرق ممكن تستخدمها يعني. ففي الاخر في اول التيم من الحاجات الكريتيكال لازم تبقى تفورس فيها، يا اما تقول للراجل انا احتاج كذا عشان اخلص في الوقت ده، يا اما هشتغل لوحدي واخد وقت قد كذا وهكذا. دي حاجه من الحاجات الكريتيكال لازم تحددها، عشان كمان هيفرق معاك في القصه. اوكي، فاول حاجه البيزنس موديل يبقى كلير بالنسبه لك، تبقى محدده ان حاجه التايم لاين تبقى متفق معاها عليه، متفق مع الناس على التيم التايم لاين، التيم بيزد على التايم لاين طبعا بتحدده. تمام، التكنولوجي ستاك، احنا بنتكلم هنا في التكنولوجي ستاك، فاحنا بنتكلم ان في نوعين عندك من الكلاينتس او نوعين من الناس اللي جايه لك، في ناس جايه عايزه تكنولوجي ستاك بعينها سبيسيفيكلي. تمام، يعني هو جاي عايز يشتغل بي اتش بي، تمام، هو جاي عايز يشتغل كده، فانت ده لو هو جاي عايز يشتغل كده ومتاح للبيزنس موديل، عشان كده لازم تفاليديت البيزنس موديل الاول، يعني لازم تقول البيزنس موديل ده بيتعمل ازاي عشان تختار تكنولوجي ستاك ماتشت مع البيزنس موديل. تمام، ولازم تبقى محدد التيم الاول، عشان على التيم برضه هتختار التكنولوجي ستاك، يعني ممكن التيم بتاعك يبقى كله بي اتش بي، فانت بتضطر تختار بي اتش بي، ممكن الراجل اللي جاي هو نفسه عايز بي اتش بي، فانت تختار بي اتش بي، هكذا. تمام، في الموضوع زي ما قلنا مترابط، والحاجة الترتيب ده مش هيتواطئ الترتيب ده، لان في حاجات مبنيه على حاجات. تمام، طيب، فالراجل اللي جاي عايز بي اتش بي، طالما التيم بتاعك في بي اتش بي، طالما
طالما سيدنا محمد طالما البيزنس موديل بيسبورت التكنولوجي دي خلاص تمام. يعني مثلا فرضا بيزنس موديل في ريل تايم كتير جدا جدا، فبي اتش بي مش احسن حاجه في الموضوع ده، فلازم تبقى مفهم العميل ان هو لو اشتغل بي اتش بي انت هتضطر تسبسكرايب في حاجه زي بوشر مثلا تعمل ريل تايم نوتيفيكيشن سيستم، فانت هتستخدم النوتيفيكيشن سيستم او هتضطر تعمل سيرفيس، السيرفيس دي تعمل هي نوتيفيكيشن سيرفيس. فهنا انت بيزد على التكنولوجي بتحدد برضه، والبيزنس موديل الاثنين دول مع بعض كده بتبدا ايه ترسم المفروض ايه اللي يحصل، وغالبا عشان ده هيأثر في الكوست. يعني ممكن لما تقول للعميل مثلا لا فيش مش تنفع ان انت سبسكرايب في بوش عشان تعمل ويب سوكت كونكشن مثلا، فانت ساعتها الكوست بتاعك هيزيد 30 40% تمام، لان البيزنس طول كله بتاعك معتمد على النوتيفيكيشنز. فساعتها هو ممكن يبدا يراجع نفسه، لا انا هستخدم تكنولوجي تاني، طب ايه الاختيارات المتاحه، وهكذا يبدا نيجوشيت معاك تمام. ففي كلاينتس جايه هي عايزه عارفه هي عايزه ايه، فانت تبدا تشوف هل هي ماتشت مع البيزنس موديل، لا لو ماتشت خلاص مش ماتشت تبدا توضح له الجابس اللي هتحصل. طيب في ناس ما تبقاش عارفه ومش فارق معاها، او عارفه ومش فارق معاها، ساعتها انت كده هتختار الحاجات بيزد على التيم بتاعك، التيم بتاعك بيشتغل ازاي، وطبعا بيزد برضه على البيزنس موديل، بس مينلي التيم بتاعك هيبقى اهم ساعتها في الحته دي. وغالبا الناس اللي بيبقوا جايين مش مهم معاهم التكنولوجي، مش بيبقى مهم معاهم ان هم سبسكرايبوا في حاجات خارجيه زي بوشر وهكذا وخلافه يعني. فانت بيزد على السيناريوز هتبقى مهم هتسال في الاخر هل في تكنولوجي ستاك بريفرنسز مفضله من عندكم، ولا احنا نختار بنفسينا التكنولوجي ستاك اللي احنا عايزينه. فعلى اساس ده بتبدا تحدد التكنولوجي ستاك. تستنج من الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم تحددها مع الكلاينت بتاعك، لان لو انت هيبقى في شخص هيتست، يعني في بني ادم هيقعد يعمل تيست، او حتى هيبقى في تي دي دي تيست، فالاثنين دول يبقى ساعتها الديفيلوبر هيتست. يعني في حاله ان في شخص هيتست، الديفيلوبر هيتست هابي سيناريو، يعني هيشوف الهابي سيناريو، هيشوف السيناريو اثنين وثلاثه وخلاص، مش هيبقى مهتم ان هو يديب دايف ان تيستنج تمام. فانت لازم تحدد النقطه دي، لو في شخص هيتست فغالبا الديفلوبرز هيبقى التست بتاعهم مش كبير تمام، فهيبقى عندهم وقت اكتر ان هم يشتغلوا في الكود وهكذا. انما لو الديفلوبرز هيتستوا هم اللي هيتستوا، هم هيكتبوا تيست كيسز كتير، هيكتبوا تي دي دي، فده هيأثر على التايم لاين بتاعك، ولازم هتروح للناس اللي هتبقى عندها خبره في التي دي دي اصلا، التست دريفن من الاول تمام. فزي ما قلت لكم كلها مترابطه ببعضيها تمام. فانت هنا لازم تحدد تيست في شخص هيتست ولا مفيش، ولو مفيش هتعملوا الديفلوبر تيستو ولا هنعمل تي دي دي تمام. طيب خلي بالك ان التي دي دي انت ممكن تبقى يعني لو هتشتغل تيست دريفن، انت ممكن واحد يقول لك انا عايز تيستنج لكل سنجل اند بوينت عندك، يعني اي اند بوينت انت عندك لازم تعمل لها تيستنج، وتعمل لها تيستنج بالسيناريوز كلها تقريبا، بالفاليديشن بالفيل فاليديشن بالسكسس فاليديشن بالكريشن وهكذا، كل ده يتعمل له تيستنج تمام. فبيبقى عندك فولي تيستنج يعني 100% تيستنج تمام. ده بياخد وقت، بيكونسيوم وقت، بس قلت لك لازم يبقى عندها ناس خلفيه في التي دي دي، لازم في التيم تبقى انت بتجيب تيم تبقى فاهم ان هو هيعمل كده. في ناس بتقول لك لا انا عايز الكريتيكال بوينتس عندي بس، يعني مثلا لو انا اي كوميرس مثلا فانا عندي الاوردرنج فلو او الاوردر فلو ده كريتيكال لازم تعمل له تي دي دي، غير كده ما تعمليش، يعني ما تعملش مثلا تي دي دي او تست دريفن لللوجن ريجستريشن للسيت باسورد للستوك انفايرمنت وهكذا، لا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز الاوردر فلو فقط. فانت بتحدد معاهم برسنتج في الكيس دي، هل انت عايز فولي لودد تيستنج ولا انت عايز برسنتج قليله في التستنج، او انت عايز فلوس معينه تعمل لها تستنج. فكل ده بيأثر طبعا في التيم زي ما قلنا، هيأثر في الكوست والوقت بتاع البروجكت او التايم لاين كمان. طيب النقطه المهمه برضه دي الديف اوبس اوبريشن، مين هيكارت السيرفرات، مين هيمنتن الانفراستراكشر، مين لو السيرفر ده وقع هيقومه، مين اللي هيتابع اللوجز بتاعت السيرفرز، مين هيعمل الانفراستراكشر، مين هينستل كوبرنيتس، مين هينستل الدوكر بتاعتنا دوكر ريبوزيتوريز، مين هيعمل البايب لاينز، مين هينستل جينكنز، مين هيمنتين الكلام ده كله، مين هيعمل فولت عشان يظبط السيكرتس بتاعت الابلكيشنز، هنستخدم جيت هاب، هنستخدم الباكيت، هنستخدم البايب لاينز عامله ازاي، كل ده لازم تحدده. هل في ناس هتعمله؟ يعني في تيم جوه الشركه انت شايف الشركه هتعمله، فانت هتشيله من دماغك تمام؟ مش هتحطه في التايم لاين بتاعك، مش هتدور على حد في التيم بتاعك يكون عنده الاكسبيرينس بتاع الديف اوبس تمام؟ ولا انت اللي هتعمله، فانت في الكيس دي تحطه في التايم لاين بتاعك، تختار واحد من التيم يكون عنده اكسبيرينس في الديف اوبس، في البايب لاينز، في جينكنز، في دوكر، في كوبرنيتس وهكذا.
تمام، او مفيش ديف اوبس اصلا، هو بس انستولد سيرفرز، او هو هيبقى في ثيرد بارتي من بره هيعمله، او شركه تانيه هتعمله. كل ده لازم تفاديته من الاول. هيحصل ازاي؟ هي المهم، المهم لما بتتكلم في الديف اوبس اوبريشن تبقى فاهم هيحصل ازاي. هل هيحصل من عندك تعمل حسابك عليه في وقت في تيم، ولا هيحصل خارجا فانت تعمل حسابك عليه وهتقول خلاص احنا بره عندنا هنبعت دوكيمنت، الدوكيمنت دي هنقول فيها ازاي انستول السيرفيس بتاعتنا، مين هيكلم مين، وخلاص بره عندنا اي حاجه تاني. تمام، فانت لازم تتكلم في النقطه دي، سواء انت فريلانس، سواء انت في شركه، سواء ايا كان الكيس بتاعتك ايه بالظبط. طيب السكيورتي، طبعا السكيورتي ده من الحاجات اللي مهدور حقها للاسف في العرب كوميونتي. هو بس بيهتموا بيه لو في حاجه فينتك ولا حاجه، انما غير كده لا، ما بيهتموش فيه غالبا. طيب السكيورتي باختصار، المفروض اي موقع، المفروض يعني اي موقع بيحصل او بيتعمله بابليشنج، المفروض بيتعدي على بنتريشن تيستنج، او بيحصل له تيستنج للسكيورتي بتاعه، وبيتبعوا المعايير بتاعت السكيورتي، وبيطلعوا باجز، ويبدا الديف تيم يبدا يعمل له باتشنج للباجز اللي طلعت عندهم. طيب فانت المفروض تسال حاجه زي كده، هيحصل؟ عايزينه يحصل ولا مش عايزينه يحصل؟ لو هيحصل لازم تعمل حسابك انت مثلا تستخدم حاجه مشهوره زي فريم ورك، زي لارافيل، ايا كان الفريم وركس، فهي باي ديفولت بتافويد كتير جدا من السكيورتي ايشوز اللي تبقى موجوده. تمام، فدي حاجه من الحاجات اللي هتسهل لك قدام لو هتحصل، طبعا ان انت تبقى الحاجات دي مسدوده عندك من الاول، مش محتاج انت ايه تستخدم حاجه ترجع لك الحد فيها سكيورتي ايشوز، الحد فيها سيشن هاجاجنج وهكذا، هاجاكنج ولا وهكذا. تمام، فانت من دي 1 لو هتحصل حاول تختار حاجات تبقى فيها السكيورتي، حاول تبقى لاست ليتس ابديت على اخر حاجه عشان تبقى باتشد بكل السكيورتي ايشوز اللي موجوده حاليا، وهكذا تبقى عامل حسابك من الاول، لان ده برضه هتبقى محتاج نوعا ما تايم لاين ليه، عشان لو في باجز ولا حاجه او في سكيورتي ايشوز هيبقى تاخد تايم لاين في ان هي تعمل لها باتشنج عندك وتدور على حلول ليها. وفي حاجات مش ليها حلول للاسف موجوده على الانترنت، فانت لازم تفوكس انت تجيب حلول من عندك وتحلها يعني. طيب دي حاجه من الحاجات اللي لازم تسال فيها، سواء انت شغال في شركه او سواء انت شغال فريلانس. بس اكتريتها برضو المشكله دي تحصل في انت فريلانس، لو انت في شركه غالبا بيبقى عندهم بوليسز معينه ان هيحصل 1 2 3 4 في موضوع السكيورتي. طيب اخر حاجه، ودي الحاجات اللي برضو اللي مهضوم حقها نوعا ما، المينتيننس. يعني ايه المينتيننس؟ المينتيننس دي اللي هي الدعم ما بعد ان انت تنتهي من البروجكت. يعني انا خلصت البروجكت بتاعي، حصلت مشكله ما، مين اللي هيحلها؟ احلها امتى؟ والكوست بتاعها عامل ازاي؟ وهل هي باج في السيستم ولا هي مجرد ايشوز؟ يعني مثلا كان بيحصل كتير جدا جدا معانا عملاء بعد ما يطلعوا برودكشن يحصل ترافيك عالي جدا على الانستنس، فالانستنس دروب، فيتكلموا كده الحق الموقع وقع. طب ايه اللي وقع على الموقع؟ هل هي باج ايشو ولا هل هي ترافيك ايشو او انفراستراكشر ايشو وهكذا. فانت وانت في بدايه الشغل مع العميل، سواء انت فريلانس او في الشركه، لو انت في شركه لازم تبقى فاهم المينتيننس هيحصل، هل هو مينتيننس كونتراكت. يعني هنا بيحصل بقى شويه ايه، شويه لخبطه. طيب خلينا بس نتكلم اول المينتيننس ده بيحصل ازاي في الشركات. الشركات غالبا بتبدا تقول لك ايه، انت عندك تو كونتراكتس او نوعين من العقود في موضوع المينتيننس. عقود بيبقى فيها مبالغ ضخمه، وساعتها انت مطالب ان انت تفكس اي بج حصلت وتسبورت لو انت محتاجين، يعني الناس محتاجين فيتشر زياده تعملها لهم، بس ده بيبقى ليه كوست عالي مش قليل. تمام، فهنا الكونتراكت بيبقى مش بس مينتيننس، مينتيننس وانت تضيف فيتشرز على البروجكت بتاعك. تمام، بيبقى في عقود اقل في السعر، العقود دي بيقول لك بس احنا ايه، لو في باجز هنحلها لك، انما لو في فيتشرز هنبدا بايه، نعمل كونتراكت خاص بكل فيتشر. يعني لو في فيتشر كبيره انت عايزها او حتى صغيره، نعمل كونتراكت ونحدد عليها بادجت، وبادجت توافق عليها، وبعد كده امبلمنتها. تمام، فالمينتيننج بيبقى تحت النوعين دول. تمام، ان هو يا اما مينتيننج امبلمنت نيو فيتشرز، يا اما مينتيننج فقط ان احنا نفكس اي باجز وهكذا. وطبعا المينتيننس من ضمنها الديف اوبس اوبريشن، يعني لو انت هتقوم بموضوع الديف اوبس اوبريشن وانت اللي هتمينتين الانفراستراكشر، لازم تعمل حسابك في المينتيننج ده، ان هيبقى في بني ادم بيفهم في الانفراستراكشر عشان هو اللي هيحل مشاكل السيرفرات. لان غالبا معظم الحمد لله، غالبا معظم المشاكل اللي بتحصل بعد ما تسلم الكود ويكون تيستد بشهرين ثلاثه مثلا، ويكون في ناس كتير دخلت عليه وهكذا، غالبا بتبقى مشاكل انفراستراكشر، مش غالبا بتبقى مشاكل كود. فانت لازم تبقى واخد بالك في النقطه دي، ان انت لو انت هتشيل هسر الديف اوبس اوبريشن، تمام، لازم تعمل تاخد بالك ان انت في المينتيننج هتمينتين الديف اوبس اوبريشن، وهتمينتين كمان السكيورتي ايشو، لان ممكن يحصل اي بج نوعا ما او اي سكيورتي ايشو تظهر للفريم ورك اللي انت مستخدمه. لازم تبقى عندك
المصداقيه ان انت تخش ايه تابجريد الكود ده ان هو يحصل على الفيتشر دي او يحصل على الباتش ده عشان تفكس فيه السكيورتي ايشو ده. تمام، ده باختصار قصه الاسئله اللي المفروض تسالها تبقى عارف بالظبط تفاصيل دقيقه عنها في قبل ما تبدا اي بروجكت. البيزنس موديل، الاوبريشن هيعمل ايه، التايم لاين اللي اكسبكتد من الكلاينت مش اللي الفيتشرز بتقوله، خلي بالك النقطه دي مهمه، والتيم هيبقى عامل ازاي، التكنولوجي ستاك هتبقى عامل ازاي، التسليم هتبقى عامل ازاي، الديف اوبس اوبريشن عامل ازاي، السكيورتي عامل ازاي، المينتيننج عامل ازاي. في الاخر بعد ما تحدد كل ده المفروض هيبقى عندك رؤيه واضحه للكوست التايم لاين اللي انت تستخدمه او هتحدده عشان تقدر تطلع البروجكت بتاعك. بس كده، اشوفكم درس جديد، سلام.